وطبعا الجمهور الجميل اللي معانا في الاستوديو، مساء الخير. وطبعا ترحيب كبير لاحد العمالقه في الفن العربي بالذات في الطرب الاصيل، استاذ كبير مش غريب على استوديو سوبر ستار، ان كان معانا ضيف في السوبر ستار 1، تاريخ عريق، صوت جبار. مع بعض خلينا نرحب بالفنان الكبير الاستاذ صباح فخري. استاذ صباح انا مش شاكك. الو، ايوه مين؟ ازيك يا باشا؟ ازيك انت يا باشا؟ انا مشتاق لك حبيبي. وانا اكتر، وحشني من الحلقه اللي فاتت. لا لا، الله يخليك يا استاذ، وانت وحشتنا جدا، ووحش استوديو سوبر ستار وحشتنا جدا. الله يخليك، تسلم. وانا متاكد ان الحلقه هتبقى مميزه جدا 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 بحضورك. والله الحقيقه انا اللي استفتح بالذي هو خير، انا شايف هذا الجمهور بيكون يعمل احلى حلقه. اسم الله اسم الله اسم الله. هقول لك بقى يا استاذ صباح، عارف ان المشركين بقالهم في لبنان ما بين شهرين وشهرين ونص، فاكيد يعني ده بيأثر عليهم، فاحنا تلفزيون المستقبل بعت المشركين لاهاليهم عشان يزيد من معنوياتهم كده ويدي لهم اندفاع اكتر ويفاجئوا اهاليهم واصحابهم. خلينا مع بعض نشوف دلوقتي المشركين عملوا ايه الاسبوع ده. استاذ صباح حبيبي، عايزين نعرف الاخبار الفنيه الجديده بتاعت حضرتك. الاخبار الفنيه الجديده ان شاء الله، انا مستعد الان لاصدار 4 ألبومات جديده. 4؟ 4. امتى ان شاء الله؟ ما بعد، قريب ان شاء الله. دايما بنتمنى لك النجاح. زائد مع كتاب بغناه صباح فخري، زاد افتتاح المعهد الغنائي في مدينة حلب برعاية سيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد. دايما بنتمنى لك النجاح أستاذ صباح. الله يخليك حبيبي. Yeah.
لا 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 ديني طيرة يا حلوة تعالي احكي له علي شغل بالي قولي له حبك يا حلالي اسمع يا ابو اكفى عذابي حرام والله انا على ديني جنان فيني انا 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 لا على ديني يا مال الشام يا الله يا مال طالي مطال يا حلوة تعالي يا مال الشام يا الله يا مال طالي مطال يا حلوة
الأستاذ الكبير صباح فخري. صح. أنا على فكرة مبسوط جدا. بإيه؟ اتعلمت رقصة جديدة دلوقتي. الله أكبر. دلوقتي أنا هروح بالليل طول الليل هقعد أعمل يا بختك. الله يخليك. أستاذ صباح، احنا عارفين إن حضرتك بتتابع برنامج سوبر ستار. صحيح. عايز اعرف برايك انت مين من سوبر ستار 1 و2 و3 كان المفروض يبقى هو السوبر ستار براي حضرتك الخاص؟ والله نحن راينا مع الاساتذه طبعا حبايبنا اللجنه الكريمه الست فاديه، استاذنا الكبير ياسر حباني، استاذنا عبد الله، استاذنا فاروق، حبايبنا وزياد كمان معنا. وزياد بلاش زياد. بلاش زياد. الله حبيبي. فنحن الحقيقه يعني راينا فني نحن، ومثل ما تفضل الاستاذ الياس، نحن تقييمنا شكل والجمهور مين بيحب. بس حضرتك بتحب مين كنت؟ بس ولكن نحن بالنسبه لنا، انا وجدت والله، وكنت بتكلم مع الاستاذ الياس، انه الاصوات والله كلها جميله وممتازه، ويعني بتستاهل سوبر ستار. ولازم استاذ الياس قال لي انا لو معي والله لاعمل لهم انتاج انا خاص. يا سيدي ثق تماما، نحن هالاصوات هي بدي يطلع سوبر ستار واحد، وما تبقى اللي بحب يتفضل اللي جاءنا نحن مستعدين نساعده وننتج له. واو، شكرا استاذ صباح، شكرا. خلينا دلوقتي نكمل حلقتنا الجميلة ونشوف مروان علي من تونس. مروان، الحمد لله على السلامة. عايش. كثير منيح اليوم. شكرا. عايش. يعني مثل ما الأستاذ فاروق. لا 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 حبيبي، انا اصلا بالعماده فاروق يعني، بس بالهويز يعني. بامرك ما بين الطرب لما حضرتك ابتديت مسيرك الفني لغايه النهارده، يعني الفرق ما بين لما انت ابتديت والنهارده؟ الطرب لا يتجزا، في ثوابت في الحياه لا تتغير، وإنما يتغير فيها بعض الأشياء، ليست في الجوهر، في الأسلوب. مثلا طرب أيام زمان نحن كان عنا وقت وفاضين نغني ساعة اثنين ثلاثة أيام اثنين ثلاثة. هلأ صار الرتم سريع، الحياة سريعة، لأنه عم تفرض على الإنسان أنه ما يكون عنده وقت يستمع لساعات طويلة أولى. لذلك أنا بذكر أول سوبر ستار جيد بس غنيت هون 25 دقيقة، اليوم فرضوا علي اغنيها 5 دقائق، فتصور انا كل مالي عم بس مختزل.
فالعمل الزمن والوقت هو بس هذا. بس طرب طرب تقول جملة يا ليل طرب بس بقى مشان يعني مثل واحد عنده هيك طرابيزة ما بتقوله مآكل الشهية وقد وقته لأمي يا أخي خليهم ثلاثة خلينا نستطع يمشي وش لون هيتخن بعد شوية لا ما ثلاثة ما بتخن بس ثلاثة بتخن فالقضية الطرب ما بتجزاح أخي فل شكرا أستاذ صباح أهلا وسهلا كلمة مشان الأستاذ زياد قلت له أستاذ فاروق أكيد في سبب من خلال مشاهدتي له بالحلقات وهو حكى عن حاله حقاني كلمة الفاروق هو الفارق بين الحق والباطل لذلك أنا حسيت بشخصيته أنه هذا اسمه البقل وما بعرف اصطفلوه سموه فاروق سموه زياد خمرة الحب يسقنيها أما قلبي تنسيني خمرة الحب سقنيها أما قلبي تنسيني عيشة لا حب فيها جدول لا ما فيه جدول لا ما فيه جدول لا ما فيه خمرة الحب اسقنيها أما قلبي تنسيني خمرة الحب سقنيها أما قلبي تنسيني عيشة لا حب فيها جدول ربت الوجه الصبوحي ربت الوجه الصبوحي ربت الوجه الصبوحي ربت الوجه الصبوحي عنوان الأمل أسكري بلذم روحي خمرة الروح 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 القبل خمرة الروح روح القبل خمرة الروح روح المبل
الوجه الصبوحية غبت الوجه الصبوحية غبت الوجه الصبوحية أشكري بالله من روحي يا روحي يا روح روحي الروح القبل عمرة الروح القبل عمرة الروح القبل عمرة الروح القبل سليني انت جود سليني عيني انت جودي فسليني يا عيني سليني يا رحمن سليني والنبي سليني يا ماما سليني سليني انت جودي فسليني انت جودي فصيلي انت جودي فصيلي يا عيني سليني يا روحي سليني يا والنبي سليني انت جودي فصيلي انت جودي فصيلي أسوة بالعاشقين معلوم الله أو تضع
قصد ايدي اسوة بالعاشقين او تظني فند بيدي في ظلال الياسمين تجودي فصد ايدي اسوة بالعاشقين تظني فند بيدي في ظلال الياسمين تجودي فصد ايدي اسوة بالعاشقين تظني فندبيني في ظلال الياسمين في ظلال الياسمين أمنة الحب استنيها أما قلبي تنسني أم هرد الحب اسقنيها أم قلبي تنسني عيشة لا حب فينا جلال لمن فينا شكرا يا استاذ صلاح. عفوا حبيبي. الو الو يا جماعه هالشباب والصبايا هالبراعم الجميله والاصوات الجميله، طبعا انا ماني عضو لجنه رسمي بس عضو لجنه يعني حقيقي. الحقيقه بدي اهنيهم من كل قلبي على الاداء الجميل وهالعطاء الجيد. ومعليش بعدين يعني كل إنسان له هفوات له بهذا، ولكن إن الحسنات تذهبن السيئات. فبكفي واحد إنه بالأغنية مرقت له معه شغلة فبسيطة هي مغفورة، لأنه بالتسجيل بكرة بنرجع نعيد الشريط وهي ما راح تطلع لنا نص مثلا. فلذلك نحن أنا الحقيقة بتمنى لهم النجاح جميعا والسعادة، ونتمنى لجمهورنا الحبيب الليلة اللي طير العقل انه دائما نشوفه على المحبه والصفاء. شكرا استاذ صباح، نورت سوجي سوبر ستار.